بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن فحوصات الحمل في هذا الدرس. من المهم أثناء الحمل أن تقوم السيدة بالخضوع إلى فحوصات منتظمة والحفاظ على هذه الفحوصات، فإنك يعني تساعدين في الحفاظ على صحتك وصحة طفلك، وذلك بالتعرف على المشاكل بمجرد ظهورها والوقاية من المشاكل المحتملة أثناء الولادة أيضا في المستقبل. وغالبا ما تتضمن هذه الفحوصات فحوصات يعني دم وفحوصات تحت الأشعة، ويجب مراجعة طبيب النساء والتوليد ومعرفة تفاصيل أكثر في نوع الفحوصات الطبية قبل الولادة وبعد الولادة أيضا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.